تلاقي كتب عن الكورة، تحب السينما، بتحب شفت مسلسل مثلا على نتفليكس، هتلاقي الرواية بتاعته عن موجودة صح. مترجمة، فكل ده اختيارات قدامك. طب عمرو دلوقتي احنا لو هنتكلم في الحالة دي، ايه اسلم الحلول الواحد ممكن يعني يلجأ لها؟ يعني في ناس مثلا بتفكر ان هو بقى الفايل PDF على الموبايل ويستغنى عن الكتاب، هل انت شايف ان يعني الظاهره دي تنفع ولا لا لازم التمسك بالكتاب؟ لا مش لازم، الاختيارات دلوقتي اوسع كتير من قبل كده. من قبل كده كان لازم زمان اطلع بالكتاب، دلوقتي في القراءات الالكترونيه، في ابلكيشنز على الموبايل بتنزل كل الكتب الجديده، في ابلكيشنز سمعي، انا لو ماليش تقول على القرايه ممكن اشغل الهيدفون وانا قاعد على البحر واسمع نص ساعة من كتاب، او ممكن اخلص كتاب. في ناس كمان بقت تسمع وهي سايقة عشان الزحمة مثلا، بالظبط لو مثلا مشوار الشغل مثلا بتاعه طويل ساعة او ساعة ونص، بدل ما يسمع حاجات ملهاش لازمة، طب انا ممكن في خلال اسبوع مثلا اخلص كتابين وانا في مشوار الشغل ده بس. فالحلول كترت، ما بقتش زي الاول. بس هل هنا الكتب اللي هي المسموعة أو اللي أنا ممكن أسمعها كده وأنا ماشي، يعني طبعا هي فيها استفادة وكل طبعا يعني القيمة الغذائية اللي هي داخلة للعقل يعني تمام، هي تستفيد منها. بس أنا بتكلم دلوقتي، هل الكتاب اللي هو الورقي اللي هو الطبيعي بتاعنا اللي تشم ريحته ده اللي هو الحلو ده، عارفه اللي هو في كده ليه مذاق خاص يعني، وروح كده أنت بتروح لها لوحدها كده من غير أي حاجة خالص، بتلاقيك اتشدت لها يعني. هل نسبة القراية في الفترة الحالية شايف ان هي مرتفعة وكويسة ولا قلت شويتين؟ وبرضو عايز اعرف منك الناس اتجهت ليه اكتر؟ في فترة الكورونا لما كلنا قعدنا في البيت اللي كان في طلب كتير جدا على القراءة الالكترونية والكتاب المسموع. المكتب ما كانش فيه حد كتير بينزل وبيشتري الكتب من المكتبات، معارض الكتاب اغلبها يتاجل يتلغى. فما كانش قدام الناس حل غير الكتاب المسموع او والبي دي اف او القراءه الالكترونيه. فهو على حسب، والزمن بيتغير. انا دلوقتي ممكن ان انا اقول لشاب صغير خد الكتاب ده على موبايلك او نزل الابلكيشن ده اسمع الكتاب ده هيعجبك، بدل ما اقول له خد الكتاب نفس الكتاب اقراه، لا هو انت نفس مش هتتحرك من الموبايل اللي انت ماسكه، خد الابلكيشن ده واسمع. فهو الزمن بيتغير على حسب بقى احنا بنوجه الناس ازاي. بس انا اعتقد ان الاعداد الناس اللي بتقرا بتزيد، مش بتزيد بعدد كبير بس يعني لا بتزيد، لان زي ما اقول لك الوسائط بتختلف وبتتنوع كل شويه، وفي وسائل بقت تسهل على الناس انه ممكن واحد وهو نايم مثلا يسمع كتاب قبل ما ينام، ففي نفس الوقت كانه قرا كتاب. بالظبط. طيب قول لنا بقى يا عمرو عن ترشيحاتك لافضل 10 كتب للناس تقراهم في فتره الصيف. تمام. نبدا باول كتاب. اول كتاب دايما انا بروح دايما لعمر طاهر، كتاباته دايما متنوعه وسهله، سهله حتى الحد بيبتدي.